بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رضوان رئيس الودادية الحسنية للقضاة. حضروا اليوم رفقة ثلة من أعضاء المكتب المركزي. يتقدمهم الأستاذ يحيى الزلوطي الكاتب العام، أستاذ عبد الرحيم الجمل هو مكلف بالتواصل، والأستاذ الرجواني جواد هو مكلف بالجمعية أو بالشؤون الاجتماعية، والأستاذ الخليفي من رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأسفي. إذن نحضر اليوم لنعبر كجمعية مهنية مواطنة وفق ما ينص عليها قانونها الأساسي عن تضامننا وتآزرنا مع ضحايا زلزال الحوز وتالودانت وجميع المناطق المتضررة. وأحضرنا معنا مجموعة من المواد الأساسية اللي هي تعتبر واحد مساهمة رمزية من الودادية في للتعبير عن هذا التضامن. كنتمنوا أن جميع الضحايا يكونوا يتمتعون بصحة جيدة، ونطلب من الله العلي القدير أن يرحم جميع موتى أو الذين قضوا في هذا الزلزال. وكنتمنوا جميع المبادرات التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني وكذا السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الملك محمد السادس، الذي أبى إلا أن يقوم بجميع التدابير لإعادة الثقة وإعادة الفرحة لنفوس ونفوس هؤلاء المتضررين وهؤلاء الضحايا. متمنياتنا كذلك للجميع بأن تمر هذه الأزمة في أقرب الأجل، وأن يعود الضحايا إلى منازلهم وإلى دواويرهم، كما وأن تعود الفرحة أيضا إلى نفوسهم في جو يطبعه الاستقرار والسعادة. ولكم مني تحية والسلام عليكم.